السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة، مرحبا ألف معاكم هسر. طبعا يا أخوان، بخصوص المقطع الماضي اللي هو أني أنا بترك القناة وزي كذا أنا حمار أترك القناة حقتي. كم مرة أسوق عليكم؟ بالله عليكم مرة أسوق عليكم؟ هذه ثالث مرة أسوي فيها يعني بين قوسين مقلب. أوكي، إنه هذا مو مقلب، يعني أنا إيش تتوقع؟ أنا إنسان نفسية تقدر تقول، أوكي. لكن هذه المرة إن شاء الله إنها تكون آخر مرة. خوفي بعدها أسوي لكم مقلب تقولوا ما حد يصدقني أو ما تعطوني وجه أو شيء زي كذا، الله أعلم. لكن المرة الأولى سويتها يوم كان عندي 1000 مشترك، المرة الثانية سويتها يوم كان عندي 2500 مشترك، والمرة هذه يوم وصلت 4800 سويت فيكم مقلب. مقلب والله صراحة، يعني ممكن 3 أو 4 ما هم مصدقين، والباقيين كلهم صدقوا الصراحة. سكت عليكم ولا لا؟ غصب عنك سكت عليك. المهم هذه المرة أنا جيت وبسوي لكم مفاجأة. المفاجأة، خلينا نقفل الكيس كذا. إيش مكتوب هنا؟ طبعا اللي عايشين يعني يعرفوا الكيس هذا، ما يحتاج أروح لين هناك، خلاص بينت لكم يا مكتبة جرير. اوكي، شوفين ايش فيه. شايفين ايش فيه؟ نطلع لكم الكيس، نطلع لكم الكيس. خلينا نسوي زي كذا، نسوي زي كذا. اوبا، ايش مكتوب؟ مكتوب تف جيمينج، والشركة هذه. نفتحه مع بعض. ايه تبونا نفتحه مع بعض؟ نفتحه مع بعض، نفك اول شيء. دقيقه، هذه الكاميرا زي كذا. ايوه، فك هذا الاول، فك هذا الثاني، بعدين سوي زي كذا. الله، اذكر الله يا انتو الناس العيانة، قول ما شاء الله تبارك الله لا خش في عينك. تعبت عشان اجمع له. قولي طبعا هنا ايش فيه؟ هذا الشاحن، ما علينا من الشاحن. طبعا تقريبا اخر مرة كنت امتلك لابتوب يمكن قبل 10 سنوات اخر مره. طب دقيقه، انا بنزلكم شويه هنا عشان اعرف اطلعه زي كذا. خلينا نشوف ايش فيه جوا هنا. ما شاء الله تبارك الله، هذا الشاحن حقه. هنا ايش فيه؟ كتيب. هنا ايش فيه تحت؟ في سلك برضه حق الكهرباء. خلينا نشوف السلك هذا. ما شاء الله تبارك الله. طيب رجعوا. طب اذا كان هذا سلك الكهرباء، هذا حق ايش؟ اوه، هذا المحول. طيب هنا ايش في كمان؟ ما في شيء. طيب خلاص، خلينا نرجع الكرتون هذا بكبره. اوكي، ورا. كيف يتقفل؟ من هنا كذا. بعدين تعال من هنا، قفل زي كذا. ايوه، وانا فتح فنقفل. ايوه، وروح ارمي ورا وجيب الملك هنا. هذا هو الملك. انا ماني عارف اصور لانه ما عندي ستاند حق تصوير، فخلينا نروح ونسحبه. انزل، مو راضي ينزل. خلينا نطلعه بيدين. يقول لك يد واحده ما تصفق، لازم تستخدم اليدين مع بعض. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن ولا أروع. هنا ايش فيه؟ طالع لي الإضاءة، البطارية، الطيارة، وهذا الصراحة ما أدري ايش هو ذا. اللي يعرفه يكتب لي في التعليقات ايش هو. الكاميرا فين هالكاميرا؟ هذا ايش الحمر دي؟ فتحات تهوي.
اتوقع انها فتحت. فخلينا نفتح اللابتوب. ما شاء الله تبارك الرحمن. شاشة أوف. نطلع هذا اللعب في المستقبل ان شاء الله حيكون على دا الشيء. اوكي طبعا طبعا خبرتي انا في الكمبيوترات ضعيفة جدا. اوكي اللي اعرفه انا في الكمبيوترات في برنامج اسمه باوربوينت، وفي لعبة حقت الغام اتوقع، وباسرة بس تلعب بلوت. هذا اللي اعرفه انا في اللابتوبات، او اني اخش جوجل ومن جوجل اروح اخش على مواقع ثانية. انا اخر مرة استخدمت كمبيوتر وكنت معرق فيه ايام 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 الطيبين، ايام شات الشلة وروما الريم والمنطقة هذه. القديمين يعرفوا ايش الاقصد، بس القديمين الجديدين ما يعرفوا هذه الاشياء. وجيمزر، مين يخبر جيمزر؟ اوه ايام. فخلينا نشوف الكمبيوتر شغال ولا لا. اي والله شغال، والله الصراحة شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. خلينا نشوف المواصفات اللي هنا. هذه مواصفات الجهاز. شايفين يا شباب، هذا هو انا اللي كنت ابغى اسويه. دائما كل ما انزل لكم مقطع زي كذا معناته اني انا بنزل لكم مفاجأة، وبعد كذا انا ما راح اسوي لكم مفاجآت الصراحة خلاص. يعني حاليا اللي تفكيري انه ما في مفاجآت في المستقبل، الله اعلم حتيجي مفاجآت في المستقبل الله اعلم. ان شاء الله شغلي من يوم ورايح كله حيكون على ذا الشيء. يعني انا كنت الصراحه كان نفسي يكون عندي لابتوب او بي سي، بس انا اخذت اللابتوب لانه اخرج كثير، انا دوام، اسافر، اروح يعني رحلات او اي شيء، لابتوب اقدر اخذه معايا، عرفتوا؟ فان شاء الله من يوم ورايح شغلي حيكون على هذا. اوكي والبلاي ستيشن برضه، بس انه يعني حاليا في الوقت الحالي حيكون الشغل كله على ذا الشيء، عرفتوا؟ بحاول اتعمق فيه اكثر، واللي فيه خير ربي بيكتب لنا اياه. ودعواتكم.